تحية طيبة لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موعد الرابعة الإخباري. بداية، وقع اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على قانون المالية لسنة 2023. مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية حضرها رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف إلى جانب أعضاء الحكومة، ليأخذ بعدها السيد رئيس الجمهورية صورة تذكارية. قانون المالية لسنة 2023 يتضمن الموازنة العامة الأضخم منذ الاستقلال بقيمة 13786 مليار دينار جزائري فاصلة 8، حيث سجلت ميزانية التسيير ارتفاعا قدر ب 26.9% بقيمة 9767 مليار دينار جزائري فاصلة 6، فيما قدرت ميزانية التجهيز ب 4019 مليار دينار جزائري فاصلة 3. قانون المالية الجديد اعتمدت فيه الحكومة على 60 دولارا كسعر مرجعي للبرميل، كما خصصت الدولة ما يقارب 4629 مليار دينار جزائري لكتلة الأجور. هذا وتؤكد كل المؤشرات التي تضمنها القانون التزام الدولة بدعم المواد الأساسية وتمسكها بسياستها الاجتماعية. يترأس اليوم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروعي قانونين يتعلقان بالقرض والنقد المصرفي وقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وعروضا تخص رفع الأجور تشخيص قطاعي الصحة والصناعة الصيدلانية وأفاقهما، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والتكوين والتعليم المهنيين الصيد البحري والمنتجات الصيدية. تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية وحرصه على إعطاء الأولوية للولايات المستحدثة، التقى أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم الراد خلال زيارته إلى ولاية تجرت، التقى فعالية المجتمع المدني حيث استمع إلى انشغالاتهم في مختلف المجالات التي تمحورت في مجملها حول الصحة والتشغيل والسكن. إبراهيم الراد أكد حرص الدولة على بعث المشاريع الحيوية لفائدة المواطن وتفعيل الحركية التنموية بالولاية. تغطية لهدى ربح. تمحورت انشغالات ممثلي المجتمع المدني لولاية تجرت حول واقع التنمية بالولاية، لا سيما ما تعلق بقطاع الصحة التشغيل والسكن، وقد عبر المتدخلون عن تطلعاتهم للتكفل بالنقائص المسجلة من قبل الجهات الوصية في أقرب الآجال. كممثلة لخريجي الشهادات الجامعية، رانا نشوفوا في نسبة كبيرة من المستوى المرتفع اللي عندنا من التخرجات في الولاية، لكن لا يوجد مناصب عمل. تجرت راهي فيها نسبة كبيرة من الحرفيين المبدعين، يحتاجوا دعم الدولة لتسويق مرافقتهم وتسويق مشاريع منتوجاتهم والتي أصبحت عالمية. والتنمية والبناء الريفي، احنا على بالك الريف هذا دائما ما يتجاوبش مع السكنات العمارات هذه. ماذا بينا البناء الريفي هو اللي وطن المجتمع في الأرياف نتاعها وفي المستثمرات نتاعها. نرجو سيد الوزير أن تحدد آجال لإتمام هذه التهيئة ويتحقق مطلب الإخوة المستفيدين. وفي الأخير سيد الوزير، نقدم جزيل الشكر إلى السيد رئيس الجمهورية على مساعيه لبناء جزائر جديدة تلبي حاجيات مواطني وليتنا الحبيبة. وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم الراد أكد أن الدولة حريصة على ضمان بحث المشاريع التنموية لفائدة المواطن أينما وجد وتلبية احتياجاته التي تضمن له مستوى معيشيا لائقا. الحاجيات هذه لابد من إحصائها، ولابد من أولا تشخيص هذه الولاية وتشخيص مواطن قواها ومواطن ضعفها. لكان كاين فيه مسؤولين على مستوى الولاية منتخبين كانوا أم معينين من قبل المركز، مهمتهم الأساسية هي خدمة المواطن. الدولة ما تخلاش عن واجباتها، ما تخلاش عن الشيء اللي لازم تقوم به نحو المواطن وتحسين ظروف معيشته وتحسين الإطار الذي يعمل فيه، حتما بصفة مباشرة عن طريق مسؤوليها أو عن طريق المؤسسات الحديثة.
في ختام اللقاء دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية فعاليات المجتمع المدني إلى المساهمة أكثر في تجسيد المسعى التنموي للنهوض بهذه الولاية التي تحوز على قدرات اقتصادية هامة وجب تثمينها والاستثمار فيها. في إطار اتفاقات التعاون بين الجزائر ودولة قطر، تم اليوم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية تسليم هبة من دولة قطر إلى ولاية البيض بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمراني إبراهيم مراد. الهبة التي تتمثل في إنجاز مصلحة متخصصة للطفولة والأمومة سلمت من قبل سعادة سفير دولة قطر الشقيقة عبد العزيز آل النعمة إلى والي ولاية البيض فريد محمدي. ضمن فضاءات العرض الاقتصادية وببعديها التجاري والثقافي، يسجل معرض الأسهار الدولي بطمنراسة إقبالا كبيرا للزوار من مختلف ولايات الوطن ومن دول الجوار الذين أبدوا اهتمامهم بالمنتوج الجزائري المشهود له بجودته ونوعيته. كما يعد المعرض فضاء اقتصاديا مهما وأرضية للتعاون التجاري بين دول الساحل الإفريقي والتي من شأنها أن تتوج بإبرام اتفاقية شراكة في مجال التصدير تعزيزا للتبادل البيني الإفريقي. بهدف تثمين مشاريع ودراسات نهاية المسار الدراسي الجامعي وتقديم براءة الابتكار ومرافقة الطلبة في مسار إنشاء مؤسسات ناشئة مبتكرة، نظمت المديرية العامة للبحث وتطوير التكنولوجي بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، نظمت حفلة تسليم الجوائز للفائزين في المسابقة الوطنية تحدي ابتكار الجامعات الجزائرية من الطلبة المتخرجين حديثا. ولمزيد من التفاصيل نربط الاتصال بياسينيا حسيني. ياسينيا، ما هي مشاريع نهاية المسار الدراسي الجامعي المتوجة اليوم؟ إذن أهلا بك زميلي رشيد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن نحن متواجدون اللحظة بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام لنقل فعاليات تكريم الحفلة التكريمية للمسابقة الوطنية لتحدي الابتكار في الجامعات الجزائرية. أقول أن هذه المسابقة تم تنظيمها من قبل المديرية العامة للبحث والتطوير التكنولوجي بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتثمين البحث العلمي والتنمية التكنولوجية. هذه المسابقة تعد مبادرة من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي يهدف لتثمين المشاريع الابتكارية ومرافقة هكذا كفاءات شبانية من أجل تأسيس مؤسسات ابتكارية وناشئة. هذه المسابقة أو هذا التحدي هو مخصص للطلبة المتخرجين حديثا ولتثمين وتعزيز كفاءاتهم وتثمين مشاريعهم ومرافقتهم إلى غاية تأسيس كما قلت مؤسسات ناشئة. إذن كان قد بدأت المسابقة وهناك أزيد من 20 مشروع يتنافس في عدة تخصصات، أذكر منها تخصص الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي، المياه والبيئة، والذكاء الاصطناعي. سيتم اليوم انتقاء من قبل لجنة التحكيم المكونة من خبراء ومتخصصين، إذن انتقاء 4 مشاريع فائزة، كل تخصص سيكون له فائز، والمستفيدين أو الفائزين في هذه المسابقة سيرافقون بدعم من قبل الخبراء ودعم فني ومرافقة مالية وتقنية من قبل الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية في الحاضنة. إذن كل هذا من أجل تعزيز وتشجيع الكفاءات الجزائرية الشبانية خاصة، وأيضا زيادة. شكرا لك يا ياسينيا على هذه التفاصيل. شكرا لك.
دوليا وفي المغرب جددت منظمات المجتمع المدني إدانتها لنظام المخزن الذي يتمادى في سياسة التطبيع، مؤكدة أن حصيلة سنتين من السياسة التطبيعية كانت كارثية على الاقتصاد والشعب المغربي الذي ارتهنت سيادته عبر صفقات مشبوهة. المزيد في هذا التقرير لفوزيتج. ضاعت الأحلام والأوهام البراقة في ظرف سنتين من التطبيع مع الكيان الصهيوني، فرهن القرار السياسي وتبخرت المصالح الاستراتيجية ودمر الاقتصاد، فانهار الوضع الاجتماعي وتأزمت الأوضاع المعيشية، فانفجر الشارع بالمحتجين والغاضبين. التدني مستوى المعيشة، ارتفاع مستوى البيروقراطية وكذلك الكليبتوقراطية، تدني مستوى الديمقراطية، الفساد، الانتزاع، الابتزاز، ضعف الشفافية السياسية، الريع، انتشار الفساد بأخطبوطه وبكل أشكاله وأنواعه في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والإداري، الموظفون، الأشباح، الخرونة، المؤسسات العمومية في المغرب. نحن أمام قبة البرلمان نطالب بحقنا في التوظيف، نطالب بحقنا في اجتياز مباريات عادلة، مباريات يسودها الشفافية. نحن الآن نناشد الحكومة مرة أخرى، نناشد المنتخبين الموجودين في البرلمان باسماء الكفاءات المغربية الذين يقضون يعني زهرة شبابهم هنا في الرباط، عوض أن تستفيد منهم الدولة في تكويناتهم، يعني كنلقاهم أنهم كيتقمعوا هنايا في شوارع الرباط. سنتان شؤم من تطبيع المخزن مع الكيان الصهيوني انجر عنه إجراءات خانقة للمواطن المغربي في كل المجالات. اتفاقية وضعت نظام المخزن في دوامة لا نهاية لها، فلا إصلاح داخلي ولا أرباح مع الكيان الصهيوني. المشروع تنظم الاتحاد الوطني للدكاتره المعطلين، جينا اليوم كنكملوا الوقفه ديالنا للمده ديال هذا 3 سنوات. حنا جينا لهنا بعد ما درنا معهم كاع الحلول، راسلناهم جميع المراسلات، ما بغاو يديروا معنا حتى حل، ما بغاو يجلسوا معنا، ما بغاو يهضروا معنا. الوزاره اللي فاتت لهاد الوزاره هذه. أما خارجيا، فضائح الرشاوي تكشف على التوالي داخل قبة البرلمان الأوروبي، آخرها ما نشرته صحيفة إلفاتو كوتيديانو الإيطالية، وهو تقديم المغرب هدايا تصل قيمتها إلى 100,000 يورو للتأثير على قرارات النواب الأوروبيين لفائدة المغرب حول مسألة الصحراء الغربية. وما خفي أعظم من قضايا الفساد التي تتورط فيها المغرب وتدينها أمام البرلمان الأوروبي وتضعف قراراتها في الأمم المتحدة. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم 5 فلسطينيين خلال اقتحامها عدة مناطق في الضفة الغربية، وصعدت في الأيام الماضية من حملات المداهمة واقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على الشبان الفلسطينيين. هذا وجدد عشرات المستوطنين اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك اليوم بحماية من قوات الاحتلال الصهيوني، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. نختم بأخبار الرياضة. وفي كرة القدم، أزل الستار أمس عن الجولة 15 من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس بتتويج شباب لوزداد بطلا للمرحلة. قراءة في مخلفات الجولة مع أنيس مزيان. هاي كرة صعبة مراوغة التصويبة. الجولة 15 شهدت تتويج شباب الوزداد باللقب الشتوي بعد عودته بالزاد كاملا من ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، متفوقا على شبيبة القبائل بهدفين لهدف. فوز أكد أحقية أشبال الفني نبيل الكوكي بصدارة البطولة، فيما تتعقد وضعية الشبيبة المطالبة بالاستفاقة وإعادة ترتيب البيت في الميركاتو الشتوي. الشوط الثاني ولا أن يهدف. وصيف البطولة الوطنية، شباب قسنطينة لم يتمكن من مواصلة النتائج الإيجابية بعد سقوطه خارج قواعده أمام اتحاد الجزائر الذي وضع هو الآخر حدا لسلسلة سلبية أثرت كثيرا على رفقاء أسامة شيتا، فكان الرد بأقدام أيمن محيوس. شباب
وبالحديث عن أكبر نتيجة حققت خلال الجولة، كان النجم مقرى بطلا لها من خلال الفوز بخماسية نظيفة أمام هلال شلغوم العيد الذي لم يستفق بعد من سباته. اتحاد خنشلة هو الآخر حقق الأهم بعد الفوز على أولمبي شلف بثنائية نظيفة، فيما تمكن اتحاد البيض من تحقيق 3 نقاط داخل ميدانه بعد الفوز على مولودية الجزائر. المولودية الوهرانية حققت الأهم هي الأخرى بعد ضمانها 3 نقاط بعد الفوز أمام اتحاد بسكرة بهدف نظيف، فيما حسم التعادل نتيجة أتلتيك فاردو أمل الأربعاء ومباراة وفاق سطيف شبيبة الصورة. نشرتنا تمت مشاهدينا، نلتقي في تمام 5.